النهارده هنعمل مع بعض كفته بانيه. انا عندي هنا نص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو من اللحمه المفرومه. عندنا عيش فينو بايت، يعني حابه قد رغيف كده متوسط الحجم، مش كبير قوي ولا صغير عشان تحس يعني برضه يعمل مفعول يعني. خلاص هحط له بيضه، بصلايه مبشوره، شويه بقدونس، البهارات بقى بتاعتنا ايه، ملح وفلفل قرفه وجنزبيل وتوم باودر وبصل باودر، الحاجات بقى اللي هعمل لها ايه اضافات جديده. هنبنيها، هنعمل لها دقيق وبيض وبقسماط، دقيق وبيض وبقسماط، ده الايه الوش الاخراني بس. فانا هاخد هنا لحمه مفرومه، بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هحط على العيش ده ميه، اجيب بقى المكنه بتاعتي دي، ولو مش عندك المكنه يبقى انت بايديكي هتفضلي تعجني فيها بس حبه كويسين. فهاخد هنا اللحمه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللحمه المفرومه، بصلايه مبشوره، شويه بقدونس مفرومين، يعني دول مش كتير، دول حوالي اقل من نص حزمه كمان يعني. البهارات بقى هجيب ملح وفلفل، ده قرفه، جنزبيل، توم باودر وبصل باودر، بيدوا اطعم حلو قوي للوصفات، بتديك اطعم محلات كده. دي طبعا التوم باودر البصل باودر دي من اسرار اللي كان المحلات بتعملها واحنا مش عارفين حاجتهم حلوه ازاي، وهي كان بالتوم والبصل باودر ده في يعني بهارات كتير جدا، زي فيها برضو الغدد على فكره، في خلطات احنا ما نعرفهاش برضو، بس شويه شويه ومع الخبره ومع ان احنا بندور ونشوف ونسال بنبدا نعرف التوابل واحده واحده بقى، الحاجات الجديده اللي احنا ما نعرفهاش. شويه فلفل اسود، خلاص بيضه، على نص كيلو بيضه، العيش بقى لازم اصفيه، انا كده نقعته خلاص، حبه دول ثواني يعني ما بياخدش معايا وقت خالص، اروح بس اصفيه. بص بص العيش حلو قوي كده، ده رغيف العيش المتوسط الحجم، صفي منه الميه كويس. نبدا بقى ايه نخلط كل ده مع بعضه كده، وهقول لك برده انا ايه اللي حطيته هنا. هاخد هنا بقى بيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، وشويه بقسماط ناعم، وهجيب شويه دقيق. خلي بيضه كمان معايا احتياطي، عشان ايه لو خلصت البيضه دي ابدا ان انا احط بيضه كمان، بس واحده واحده عشان الباقي كله بيترمي فحرام. تمام كده، نيجي بقى هنا ناخد بقى شوية فلفل أسود على البيضة، وشوية ملح، ممكن سنة مية صغيرة عشان أفك البيضة. أيوة ها، لا والله فعلا. طب استنى عليا ثواني عشان بس إيه نخلص من الموضوع ده. بصوا بقى كده، ناخد كده الكفتاية أهي، طبعا الأحسن تسيبها في التلاجة شوية كده، وبعدين دقيق العيش الفينو وربطها وخلاها ايه طريه من جوه ما تكشش معاك، وتبقى بيقول لي العيش الفينو عمل ايه، هو بيطريها بيخليها طريه من جوه مش ما تكشش وتلاقيها ناشفه على نفسها كده، وتديك طبعا كميه اكبر طبعا من ما تبانش خالص جوه العجينه، جوه عجينه الكفته دي. لا دي حاجه ودي حاجه، البطاطس حاجه والعيش حاجه، العيش بيربطها لك من جوه كمان زي البيض كده. بص دي كده من الدقيق، من الدقيق على البيض، على البقسماط، على البيض، على البقسماط. طبعا الاحسن يقعد في التلاجة شوية قد مثلا ساعة زمن، وبعد كده نحمر. انا حاطة زيت على النار يسخن، ده اللي كان ايه
بقالوش كتير حتى في الفريزر ده، يعني لسه برضه حطاه قبل الحلقه بشويه صغيرين. وطبعا الكفتات دي من النوع ان احنا ممكن نحطها في طبق فويل وبعدين نحطها في الفريزر برضه. دي لما تيجي تستعملي يبقى عندك كميه، مثلا اعملي الكيلو وشوفي هتعملي قد ايه النهارده ويبقى عندك في الفريزر الباقي. سهله جدا جدا بقى، نطلع من الفريزر نحمر على طول، والزيت ما يكونش سخن قوي قوي، يعني ما يكونش مقدوح، يكون سخن بس. وكده حمرنا خلاص الكفته. طبعا دي مش كل الكميه، الكميه بتبقى اكتر من كده كمان، لان نص كيلو ما شاء الله بيرمي حبه كويسين جدا. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك.